السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد مع إيمان الشريف. حلوة الدنيا سكر، مسلسل عبارة عن قصص منفصلة، كل قصة 5 حلقات. طبعا البطلة هنا الزاهد، وعايزه أقول لكم إنها عاملة الدور حلو جدا جدا ومختلفة عن أي دور عملته قبل كده. ده أول دور بطولة ليها ومش هيكون الأخير، لأن فعلا هي أثبتت إن هي شاطرة جدا جدا. ده بداية طريق النجومية بالنسبة لها. وكمان أنا عايزة أقول إنها مختلفة خالص ومش معتمدة على شكلها نهائي. في ممثلات كتير لما بتيجي تعمل دور بتبقى خايفة على شكلها وتعبيرات وشها بقى وملامحها ومش عارف إيه عشان مش هتبان حلوة والكلام ده، لكن بصراحة هنا مش فارق معاها الكلام ده خالص، ودي أحلى حاجة. وكونها مش معتمدة على شكلها ده هيخليها تعرف تلعب أدوار كتيرة قوي وهتلعبها صح وبمنتهى الجمال. هي هنا بتمثل دور شخصية بنت منطوية جدا جدا ومنعزلة عن الناس كلها ومش بتعرف تتعامل مع حد، وكمان بتخاف منهم جدا جدا، معندهاش ثقة في نفسها ولا في أي حد حواليها. مسلسل ظريف ودمه خفيف جدا جدا، والفكرة كمان جديدة وحلوة ومعمولة بطريقة مختلفة، مش هتحس بالملل ولا بالزهق وانت بتتفرج، ودي أحلى حاجة في الموضوع. عايزة أفكركم بقى ما تنسوش اللايك، وكمان يشرفني جدا جدا اشتراككم في قناتي المتواضعة. يلا بينا بقى نشوف ايه اللي هيحصل مع ساندي. روح جد ساندي طلباتها كتير جدا جدا وبتعرضها لمواقف كتير صعبة هي ما بتقدرش تتحملها، وكفاية قوي لما طلبت منها انها تبتسم في وش كل حد تقابله وكمان تصبح عليه، وانتوا الموقف ده كان صعب جدا جدا على ساندي ومكانتش قادرة تتحمله ولا تتعايش معاه. والطلب الجديد طبعا اصعب واصعب لانه عايزها تشترك في المسابقة اللي عاملها السيرك وتغني مع لؤي. طبعا هي ما بتعرفش تتعامل مع الناس وما بتقدرش تواجه الناس، فجدها حب انه يخدمها في الموضوع ده، فبتروح له بيخليها تروح له القهوة وبيبتدي يقول للناس كلها انها هتغني في القهوة، عايز يخليها تتعلم تتواجه مع الناس. طبعا هي لما بتشوف الكلام ده وبتلاقي ان كل اصدقائه في القهوة عارفين عنها كل حاجة بتخاف وبتهرب وبتجري. بتروح للوحيدة اللي تعرفها اللي هي زميلتها في السيرك، وطبعا زميلتها بتخاف جدا جدا من عمها، فلما بيتصل بيها ويسألها فما بتقدرش تخبي وبتقوله ان هي عندها، ما بيبقاش قدام ساندي حل دلوقتي غير ان هي تفكر في ان هي تروح مكان تاني، لان طبعا هي مش عايزة عمها ياخدها. بيحصل حوارات لطيفة جدا وظريفة جدا ومنتهى خفة الدم، وبيكون طبعا نتيجة المواقف دي انها فعلا بتهرب، ولما بتهرب بقى بتروح بتفكر دماغها بتقول لها ان هي تروح تبات في القسم، فبتعمل قصة وتأليفة على الضابط ان هو بيقتنع انه بيتها في القسم علشان يربيها، لانه بيشوف ان هي يا اما انها مختلة او انها واحدة عايزة تتربى وخلاص. وفعلا بيدخلها الحجز وعارف ان هي لما تدخل الناس هتبهدلها، وبيسيبها بقى تعيش حياتها الليلة دي علشان تعرف ان الله حق وما تفكرش تعمل العملة دي تاني. واصعب حاجة بقى انها هناك في الحجز لما بتحكي لهم قصتها والسبب اللي خلاها تهرب بيخلوها تغني، تخيلوا بقى انها بتغني قدام المجرمين في الحجز. لما بتخرج من القسم بتلاقي باباها وعمها وشادي عايزينها برضو تشترك في المسابقة وعايزينها تغني. الموضوع ده طبعا صعب عليها جدا جدا، لكن بتسمع كلامهم وبتطلع على المسرح، ما بتقدرش، بيجيلها نوبة من القلق والتوتر وبتبقى حالتها أصعب وأصعب، وبتجري طبعا وهي منهار، وبتروح للعربية عشان تتخانق مع جدها وعلشان تشتكيله من اللي هو عامله فيها. لما بتروح بقى العربية هنا بتحصل المفاجأة، بتكتشف ان الحوار ده كله اللي عامله شادي، ومفيش حاجة اسمها روح جدها ولا اي حاجة من الحاجات دي، وشادي عامل كل الكلام ده مخصوص علشان يغير شخصيتها لانه بيحبها جدا جدا وعايزها تبقى تتعامل في مع المجتمع والناس وتتغير. اللي بيحصل بقى بعد كده انها فعلا بترجع وبتشترك في المسابقة وبتغني وبتكسر الدنيا، بتفوز بالمركز الثاني، وكمان بيطلب ايدها رسمي على المسرح شادي وبتوافق، ودي بتبقى احلى نهاية بصراحة. وبيروحوا كلهم مع بعض وهم مبسوطين وسعداء وبيركبوا العربية هم الاربعة، لكن بتحصل كارثة فجأة، بيسمعوا صوت وبتكون هي روح جدتها بجد بقى.